السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو أنس. النهاردة معانا مقارنة قوية جدا بين السامسونج A30 وبين الهونر 10 لايت. المقارنة دي هنعملها النهاردة إن شاء الله عشان كتير من الناس طلبوها مني في التعليقات، فأنا إن شاء الله النهاردة هنعمل مقارنة تفصيلية بين السامسونج A30 وبين الهونر 10 لايت. يلا بينا نبدأ المقارنة، بس قبل ما نبدأ المقارنة ريت تتأكد إنك عامل اشتراك في القناة وانك مفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناة. يلا بينا نبدأ المقارنة. نيجي نتكلم عن التصميم. فموبايل سامسونج A30 جايب تصميم بالكامل من البلاستيك، لكن تحس اللي هو الظهر بتاعه ظهر لامع كده، فبيديله شكل بريميوم شوية، تحس التليفون فعلا غالي. والهونر 10 لايت جايب الكامل برضو من البلاستيك، لكن سامسونج A30 جاي بحجم شاشة 6.4 انش بجودة فول اتش دي بلس، مع نوتش صغير في الشاشة على شكل ووتر دروب، والشاشة كمان جاية من نوع سوبر أمولود، فكده الشاشة هتبقى طبعا أفضل بكتير من أي شاشة تانية في نفس السعر دوت. نيجي للهونر 10 لايت. فالهونر 10 لايت جاي بحجم شاشة 6.2 بوصة من نوع IPS LCD بدقة فول اتش دي. نيجي نتكلم عن المعالج. فالموبايل A30 جاي بمعالج اكسينوس 7904 بتقنية 14 نانومتر، ودي طبعا عشان خاطر توفر معاك في البطارية، مع معالج رسومي مالي G71 MP2. والهونر 10 لايت جاي بمعالج كيرين 710 مع معالج رسومي مالي G51 MP4. تقريبا الاثنين ادائهم هيبقى متقارب جدا في كل حاجة، في الالعاب وفي التصفح على الفيس والواتس والكلام دوت. الميزة كمان اللي في A30 اللي هو نازل برامات 4 جيجا وذاكرة 64 جيجا، لكن الهونر 10 لايت نازل ب 3 جيجا رام وذاكرة 64 جيجا، ودي مش عارف ليه صراحة، كان يعني التليفون ده فعلا كان ناقصه اللي هو يبقى 4 جيجا. وكمان ان التليفون دوت ما بيدعمش 2 شريحة وكمان مكان لكارت الميموري، يعني لا تحط 2 شريحة، لا تحط شريحة وكارت ميموري، لكن في A30 ينفع ان انت تحط 2 شريحة وكمان مكان لكارت الميموري، لان الموضوع ده فعلا بيفرق مع ناس كتير. في ناس كتير بتبقى مثلا حتى لو الذاكرة بتاعتها كبيرة لكن بيبقى معاها كارت ميموري، بتبقى حط عليه مثلا الداتا بتاعتها نفسها، فبتحب ليه تبقى محتفظة بيها على كارت ميموري، فتحب ليه تدخلها ويكون معاها كمان شريحتين. فده طبعا ميزة للA30 عن الهونر 10 لايت. اما عن نظام التشغيل، فموبايل A30 جاي بنظام تشغيل اندرويد B9.0 مع واجهة مستخدم One UI. اما الهونر 10 لايت جاي بنظام تشغيل اندرويد B9.0 مع واجهة مستخدم EMUI 9.0. نيجي نتكلم عن الكاميرات. فالA30 جاي بكاميرا خلفية مزدوجة واحدة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7، والتانية بدقة 5 ميجا بكسل، ودي طبعا عشان الالترا وايد، وكمان بتدي عزل كويس جدا. اما الكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0. اما الهونر 10 لايت جايب كاميرا خلفية مزدوجة واحدة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8، والتانية بدقة 2 ميجا بكسل، ودي عشان خاطر تدي عزل في الصورة وتدي صور بورتريه كويسة جدا. ودي بعض الصور للكاميرتين عشان تبين جودة الصورة في كل كاميرا وكل تليفون من الاثنين، في الكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية كمان. طبعا الموضوع الكاميرا دوت هيختلف من واحد للتاني في اختيار الكاميرا، في واحد هيشوف مثلا الهونر 10 لايت افضل في حاجات، وفي ناس تانية هتشوف ان السامسونج A30 افضل في حاجات، لكن هو عموما A30 افضل في الكاميرا الخلفية، لكن الهونر 10 لايت يتفوق على A30 في الكاميرا الامامية، لان الكاميرا الامامية في A30 بدقة 24 ميجا بكسل، لكن A30 جايب كاميرا 16 ميجا بكسل. واخيرا نتكلم عن البطاريات. فالموبايل A30 جايب بطارية بساعة 4000 ملي امبير غير قابلة للازالة، وكمان بيدعم الشحن السريع بمخرج Type-C، ودي طبعا ميزة كويسة جدا في التليفون اللي هو بيشحن بمخرج Type-C مش USB. لكن الهونر 10 لايت نازل ببطارية بساعة 3400 ملي امبير غير قابلة للازالة برضو، لكن بيشحن بمخرج USB عادي مش Type-C، وكمان مش بيدعم الشحن السريع. فهنا برضو هتلاقي فيه مميزات وهنا فيه مميزات، لكن انا رأيي الشخصي صراحة ان A30 افضل من الهونر 10 لايت في حاجات كتير.
لكن الهونر 10 لايت ما بيتفوقش على الاي 30 الا في الكاميرا الاماميه فقط. واخيرا ما تنسوش طبعا لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد بينزل على القناه. بس كده، السلام عليكم.